صباح الخير. صباح الخير. لا تأخذني مشان السي دي والهدية، ما بعرف شو صار لي. تكركبت ووقع الغراض من ايدي وقت لي حكاني اخو، شو عرفني. صحيح، شو كانت الهدية؟ محمود تضحك علي ما؟ نزلني هون معلم. على فكرة أنت لسه بجوز ما بتعرفي، بس محمود أسبوع اثنين ثلاثة بالكتير ومسافر على أمريكا وماله راجع.